وتعقيبا على مخاوف المزارعين فقد اعلنت عضو لجنه الزراعه والمياه والاهوار النيابيه زوزان علي انه لا يجوز توزيع السماد الذي يشتبه بتسممه قبل انتهاء التحقيق وذلك بعد قرار وزاره الزراعه توزيع الوجبه الاولى منه عقب ثبوت خلوه من المواد الملوثه واوضحت علي ان لجنه مشتركه من لجان الزراعه والصحه والبيئه النيابيه تشكلت لزياره المصنع الذي تم تخزين السماد الذي يشتبه بسميته حيث لم تجد مصنعا لانتاج السماد بل مكانا يرد اليه السماد الزراعي من الخارج وبشان قرار وزاره الزراعه توزيع السماد بعد ثبوت خلوه من المواد الملوثه كما اظهرت فحوصات مختبريه شدد النائب علي على عدم السماح بتوزيع ذلك السماد باي طريقه قبل انتهاء التحقيق وتاكيد خلوه من المشاكل